مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء. مرحبا بكل من يشاهد فينا من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بالتوانسة الأحرار، مرحبا بالوطنيين، مرحبا بكل من يهمه شأن هذه البلاد. دونك لايف على الطاير الليلة، حبيت فقط بعض النقاط نطرحهم، وطبعا في إطار معناها الشفافية ما بيننا وما بين متابعينا. كما تعودتوا منا بالطبيعة، كل شيء باش تسمعوه كما هو، معناها من غير لا تغليف ولا تزيين ولا هك الجوقة، لا قاعدة تنظف وتبندر ولا قاعدة تخدم في مهمة معناها معينة في منابر الإعلامية. كل شيء مسجل عليهم وموثق، وتكشفوا وتفضحوا للشعب التونسي. من هنا فصاعدا باش تكون عندنا كرونيك معناها يومية، كرونيك دو جور سميناها. دونك تقريبا بعد نهارين 3 ايام تهبط الكرونيك دو جور في الصباح على صفحتنا الرسميه، وتلقاهم بعد الاعلان والتوقيت وكل شيء. دونك اللايف هذا حبيت نحكي فيه على 4 او 5 نقاط. باش نبدا وننطلق من التصريح نتاع السيد رئيس الجمهوريه اللي شفناه البارح، ولا غزاه مواقع التواصل الاجتماعي، ولا الحقيقه معناها باش نقول شيء يضحك ما يضحكش، شيء ندب على تونس وشي ندب على الغلطة اللي طزوا عينيهم بيدهم التوانسة، ولا مشاو في مسار مجهول. وقلنا لكم راهو مسار مجهول منذ البداية. دونك رئيس الجمهورية عيط رئيس الحكومة ويقولها أرفض الترفيع في الأسعار وأطالب بالتخفيض في الأسعار، ولا راهو يرفع في الأسعار راهو ضد الإرادة الشعبية والكلام هذاك. إذا كان مازال فما معناتها أونكور دي جون معناها لا يستحقوا لا سوبا سيرفير من النوع هذايا، فهاو كيسربيو لكم في الشربة بالصحة وبالشفاء. إذا كان معناها دولة كاملة تاخذ قرارات، تعرفوا شو معناها قرارات الترفيع في الأسعار هذه؟ في بالكم باش تتعدى على رئيس الجمهورية؟ في بالكم رئيس الجمهورية ماهوش على علم بالترفيع المشت في الأسعار نتاع المحروقات؟ مانيش نحكي كريز مونديال ولا مش كريز مونديال. في بالكم رئيس الجمهورية ما في بالوش بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي؟ في بالكم رئيس الجمهورية ما في بالوش بالبرنامج نتاع رفع الدعم؟ في بالكم هذا كله ما في بالوش به رئيس الجمهورية، ويخرج يقول لرئيس الحكومة أرفض رفع الدعم. معناها احنا وين عايشين لهالدرجه؟ معناها il nous prennent pour des cons et des imbéciles، معناها التوانسه بهل السذج لهالدرجه باش يصدقوا؟ شنو معناها؟ شنو نحبوا نفهموا احنا الساسه نتاعنا العظماء هذوما نتاع اخر زمان شنو يحبوا يوصلوا للتوانسه؟ رئيس دوله يخرج يقول طيحوا في الاسعار ونرفض ترفيع في الاسعار، يسامحني حتى من المنطق باه نحكيوا على المحروقات، حتى من المنطق المعقول والمعقوليه وحتى باللوجيك دي شوز. يا اخي انت كي زدت الزياده هذيك في الليسانس وفي المازوت وفي المحروقات بصفه عامه، يا اخي مش سي غولاتيف، معناها مش من حقه التاكسيستي باش يطالب بالزياده، معناها مو كيف كيف هو باش يتضرر زاده، مش من حقه اللواجيست باش يطالب بالزياده، مش من حقه ترانسبورتور باش يطالب بالزياده، مستهلكي المحروقات ولا خدمتهم بالمحروقات، خبزتهم بالمحروقات هذيك، مش من حقهم باش يطالبوا بالزياده. معناها انت ترفع لي الدوله من شيره معناها في الاسعار، تطلع للسماء للتوب ما يهمهاش في المواطن وما يهمهاش في الزوال وما يهمها في حتى حد، ومن بعد تخرج رئاسه الجمهوريه تقول لا معناها ارفض نرفض الترفيع في الاسعار ونطلب بندرا شنو، معناتها ولا يرفع يطالب برفع الاسعار راهو ضد الاراده الشعبيه. الاراده الشعبيه قالت 20 دينار ما عادش تجيب لك حتى زوز كيلو خضره من السوق. الاراده الشعبيه قالت معناها قبل وقت 20 دينار وقت بن علي تمشي تعبي بيها قفتك خضره وغله وتكمل، كان لازم تاخذ زهومه وتاخذ دجاج، تو ما تنجمش تشري دجاجه 20 دينار تجيب لك دجاجه، تو باش تاخذ دجاجه محترمه نتاع عائله 18 19 دينار. يذولي الناس قاعده تشري، مانيش نكذب عليكم، معناها الناس قاعده تمشي للاسواق وتمشي للمارشيات وتقضي وتشري، ما نحكيوش على اللحم الا ب 35 دينار، وما نحكيوش على الحاجات الاخرى. راهو معناها شنو شنو تحبوا التونسي معناها باش يصدق الكلام هذا؟ توا معناها غدوه اذا كان وقعت، ما حبيت نقول لكم ملخص، ما تستغربوش يا توانسه مادام فما دي جون باقي يحبوا على السوب هذيا على الشربه هذيا اللي قاعدين يسربيوا لها فيهم. معناها غدوه يا توانسه اذا كان وقعت مسيره ضد غلاء الاسعار تلقاو رئيس الجمهوريه معاكم في المسيره، معناها بتلك الصلاحيات الفرعونيه وبهذاك الكل معناها. ونخرج ونسمعوا معناها تصريح نتاع معارض، تصريح متاع نقابة، تصريح متاع جهة معارضة للحكومة، معناها هذا وين هذا حال البلاد توا، هذا حال تونس توا، وهذا اللي نبهناكم منه راهو موش جديد، هذا قلناه لكم وموثق علينا، نبهناكم منه الشيء هذا وقلنا راهو باش نوصلوا له وباش نوصلوا للشيء هذا، وراكم باش تندموا على النهار الا معناها ما وزنتوش بالصحيح وما حسبتوش بالصحيح رغم كل الهفوات الماضيه ورغم كل المحطات الانتخابيه الفارطه اللي تغدرتوا فيها، راكم باش تعاودوا تتغدروا. وي با افكتيفمون هاكم تغدرتوا مره اخرى،
دونك تعرفوا رواحكم وين تمشيوا المره الجايه. هذه نقطه التصريح نتاع رئيس الجمهوريه. فما توا كلام قاعد يخرج، شفتوا عاد بتبيع الغنوشي، سميتها لكم في الباج نتاعي الحلقه العاشره من مسرحيه ارهابي في حاله سراح. دونك كي العاده كيما قلنا لكم وخذيناها عهده على رواحنا ومتاكدين من الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه، وقلنا هو لكم قبل، قلنا لكم راهو الغنوشي ماهوش باش يتوقف ولو ليوم. هذه سجلوها هاي هنا مشروطه وشرطتها لكم قبل، باش يقعد يمشي ويجي نوع من الضغوط، هذوما لا سوبا سيرفير اقراص ومعناها حرابش للتبنيج نتاع الشعب التونسي وتخديره فقط، راه ماشيين جايين داخلين خارجين يخرجوا نظاف كما قالت الاخرى فرفور يشعلوا. دونك امورهم مريقله، وانتوما هما الا كليتوا العصا، وانتوما هما الا كليتوا معناها الهم الكل والغلاء والغلاء والكوي وكل شيء كليتوا انتوما. راه لا فما خوانجية تحاكمت وتحاسبت، ولا هي باش تتحاكم ولا هي باش تحاسب. قلنا هو لكم هذا يقبل وما صدقتوناش، ظاهر لي نهارتو احنا نقولوا فيه، راهو مش مره ومش اثنين. ارجعوا للي لايف نتاعنا وارجعوا للي زانترفونسيون تيليفيزي نتاعنا ولا في الراديو تلقاو الكلام هذا كله موجود. قلنا هو لكم في وقته من وقتها، ما تتسرعوش ما تتسرعوش، راهو ما فماش حتى خلاف داخلي وجواري بين الطرفين، راهو ما تتسرعوش، راهو باش يقعدوا يلعبوا بيكم. راهو كيما بعثوا بعد 3 شهور من 25 جويليا فرقه خاصه من الحرس الوطني المقر الاخوانجيه في مون بليزير وقال لك ما لقينا حد شيء، افهموا انتم البقيه معناه الا باش يحب يشد تراس على الاخوانجيه يبعث لهم بعد 3 شهور من 25 جويليه يكونوا هما ركحوا امورهم ونحاو تراسابيليتي ونحاو الادله اللي تدينهم ونحاو الجرائم اللي ارتكبوها في حق الشعب التونسي ونحاوها من ليزونيتي سنترال نتاعهم ونحاو الدنيا الكل. دونك سي نورمال باش تبعث انت فرقه خاصه من الحرس الوطني والاعلام يعمل هلاله وهو ماشي للاخوانجيه ومن بعد يخرج يقول لك ما لقينا حد شيء، سي توتافي نورمال. هذه راهي مش مسرحيه، هذه معناها خطاه ثابته لتبييض الاخوان واضحه. قلنا لكم الكلام هذا قبل، علاش نغالطوا رواحنا؟ علاش وقت يهبطوا يسبوا اماس جماعته هو توا لا ساكتين وشادين ببوشتهم معناها بالمين توا مع خاطر تمسوا في جيبهم وتمسوا في عائلاتهم، وقلنا هو لهم وحذرناه منهم الكلام هذايا، تمسوا في عائلاتهم وفي جيبهم في قوتهم اليومي، دونك توا ما عادش عندهم وجوه باش يخرجوا يقولوا كلنا كلنا، لا بروف ما فماش كلنا، عندي قداش من نهار توا نطلع في اللي لايف، ما عادش 3000 و4000 تعليق نتاع كلنا هكا الافين اماس واون بلوك مع بعضهم ما عادش. دونك ما عادش عندهم وجه باش يقابلوا الناس ولا باش يخرجوا يدافعوا انكور. دونك نخاطبوا توا معناها الفئه هذيك اللي مازال مغرر بها من الشعب التونسي ونتوجهوا لها بالكلام هذايا، خلي فماش ما تفيق على وضعها ونقدروش على الاقل في الـ في الـ في البريود القادمه نبدلوا شويه معناها على الاقل ما لا يمكن تبديله. دونك هذه كيف كيف نقطه. الغنوشي ماشي جاي استنسنا، دونك ما عادش تقلقوا ما عادش تعطيوا اهميه كبرى وما عادش توليوا اهميه كبرى حينما يخرج خبر في وسائل الاعلام المكتوبه ولا المرئيه ولا المسموعه يقول لك استدعاء الغنوشي في اليوم الفلاني امام وحده كذا كذا وقطب كذا كذا. يا نار شلكوهم الاقطاب هذه اللي كانت عندها قيمه وشلكوا هالمؤسسات السياديه نتاع الدوله وشفنا معناها هذا كله شفناه. شوفوا انتم التسريب اللي قاعد يدور على نتاع الدعداع هذاك، شوفوا قداش ينجم يورط الغنوشي، شوفوا هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه بعين تصريحات الغنوشي بركه تبعث ورا الشمس، تصريحاته نتاع اولادنا يفكرونا بشبابنا ومتاع بشويه ومتاع الامن والجيش مش مضمونين ومتاع المهام الاكثر قذاره تمنح للجيش والامن التونسي، هذوكم الكلهم ديجا كي تحبوا انتم تطبقوا القانون هذوكم يبعثوه ورا الشمس، راه ما تستحقش. ما نحكيوش على الجهاز، ما وصلناش للجهاز السري وما وصلناش لك الحقائق الخفيه هذيك اللي ما يحبوش يخرجوها، والكتاب المجلد اللي خلاه الباجي قايد سبسي في القصر الله يرحمه ولتو ما نعرفولوش طريق جره. دونك ما نوصلوش الغادي، اذا كان حبيتوا تحاكموهم وتحاسبوهم تصريحاتهم بركه، ملف التسفير بركه راهو كافي وشافي وظافي لايقاف كل القيادات الاخوانيه اللي كانت في سده الحكم ولا كانت عندها مسؤوليه في الحكم في العشريه السوداء هذه. دونك ما تكسروش روسكم برشا، خلي يمشي يدخل ويخرج يزيد يرفع لكم علامات النصر من الفوق ويزيد معناها هذاك الكل راهو تابع المسرحيه نتاع المهندس مريقلين ماشيين في المسرحيه نتاعهم ايتاب باغ ايتاب، والسرديه نتاع الاحداث موجوده ومريقله وفي تنبك العقده المسرحيه يخرج لك الغنوشي والعقده الدراميه يخرج لك الغنوشي هذا شعار النصر. دونك ما تكسروش رؤوسكم برشا وما عادش تصدقوهم وما عادش تعطيو حتى اهميه وما عادش يكون عندكم حتى مجرد امل في الوقت الحالي انه قيادات الاخوان تتحاسب. قيادات الاخوان تتحاسب والمجرمين والفاسدين يتحاسبوا وقت لا يطلعوا الوطنيين يشدوا سده الحكم، وقت لا يطلعوا الناس الصادقين لما يغلطوش الشعب التونسي ولا ما يناقضوش ارواحهم وما يناقضوش مبادئ هم وما يناقضوش اهدافهم وما يناقضوش حزبهم وما يناقضوش فكر البرجيبي نتاع اجدادهم والفكر الدستوري نتاع اجدادهم وابائهم. هذوكم اللي باش يرجعوا هيبه الدوله وهذوكم اللي باش يحاسبوا المجرمين وهذوكم اللي عندهم ملفات الاخوان وقدموها للقضاء والقضاء تستر عليها وسكرها. دونك وقتها يولي عندنا امل بالحق للمحاسبه والمحاكمه. توا ما عادش تصدقوا حد شيء، هاو توا به
قال لك ولد الغنوشي، وسمعتها البارح في الراديو وسمعتوها الناس كل. ولد الغنوشي قال لك في تآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة وما نعرفش شنو. إيه باهي، تو صدرت بطاقة جلب ولا بطاقة إيداع، هذا سمعناه البارح في الراديوات. إيه علاش ما فماش سويفي؟ علاش ما وين وزارة الداخلية؟ كي القضاء صدر بطاقة إيداع ولا بطاقة جلب، وين وزارة الداخلية؟ وينو؟ وينو السيد الكونسيرني؟ هل تم جلبه ولا لا؟ راهي الامور هذيا راهو باش ترجعوا ثقه المواطن التونسي في مؤسساتنا السياديه. تخرج وراهو يخرج الناطق الرسمي ويتكلم، تم ايقاف كذا كذا معناتها في القطب الفلاني ولا في المؤسسه الفلانيه. دونك مش هكاك كلام بركه، باقي تسربيو باقي تنوموا باقي شنو؟ وين واصلين بالتنويم؟ ما عادش يوصل التنويم نتاعكم، التنويم المغناطيسي اللي قاعدين تعملوا فيه توا عن بعد ما عادش يوصل راه، ما عادش يصدقكم حتى حد وما عادش يوصل لحد شيء. دونك سمعناش سمعتوش حاجه بالله، ربما انا ما تبعتش برشا اليوم، ما تلهيت نخدم وعندي كونغري ما تبعتش برشا. دونك بالنسبه للناس اللي تبعت، فماش حاجه على ايقاف ولد الغنوشي. هل تم ايقافه؟ هل تم تفعيل بطاقه الجلب ولا بطاقه الايداع؟ يظهر لي حسب علمي، على حد علمي للحظه هذه ما شفتش. بوتيتر فما حاجه الله اعلم، هاتوا يجاوبونا على المباشر. دونك ما تصدقوش برشا. وهو البحيري قال لك ماشي نهار الاربعاء، وهو يقول نهار الثلاثاء صدعوني، ومن بعد شي يخرج لك كي العاده وتخرج مرته تزغرت. يا ودي اسمعوني، المسرحيه هذه ماذا بيا انا بيدي فديت وانا نحكي عليها فديت، خاطر علاش نعاود؟ راهو مش تكرار، راهو نعاود لانه مازال فما ناس قاعده تستهلك في الاخبار هذه، مازال فما ناس قاعده تستهلك في الصحافه الصفراء هذه اللي هي مكلفه بمهمه، والاجنده اللي متاحه ولات معناتها بانت للعموم. دونك تلمون معناتها نعاود فيه الكلام هذا اللي مفديت، تلمون نعاود فيه نقول مش مشكل، كل مره يتنور عبد، كل مره تتنور مجموعه، ما شافوش اليوم يشوفوا غدوه، يشوفوا بعد غدوه، هاو بالملموس، هاو الايقافات، هاو الابحاث وين توصل، هاو علامات النصر يخرجوا بها قاده الاخوان وزعيم مرشد الاخوان يخرج بعلامه النصر. معناها يضحكوا عليكم، راو باش ما نقولش كلمه اخرى، راو تعداوا عليكم شعب كامل، راو تعداوا على كرامتكم بجرد مسرحيه سيئه الاخراج وفيقناكم بها وما صدقتوناش قبل، راو معناها اموركم تو. بالنسبة لي ما عادش نحكي فيه الموضوع هذا نتاع مسرحية الإخوانجية ومحاكمتهم، ما عادش نحكي فيه. إن شاء الله نهار كيما قلت لكم الوطنيين والتساترة الأحرار يشدوا الحكم، وقتها نحاسبوا بعضنا، وقتها يجوا حاسبوا السياسيين اللي هما ما حاكموش الإخوان. أنتوا تشوفوا من نهار الأول كيفاش تطبيق القانون على الجميع، بالقانون راهو مش محاكمات جائرة ولا إيداعات وإيقافات جائرة ولا حاجة، بالقانون. الملفات اللي عندهم راهي تبعث ورا الشمس، الملفات اللي عندهم فما ناس عندهم ملفات نتاع إعدام رميا بالرصاص، نتاع تآمر بالحق على أمن الدولة، مش تفهتوه كلمة التآمر وفعل موحش وارتكاب فعل موحش ضد المؤسسات السيادية والتآمر على أمن الدولة الداخلي، ومن بعد علامات النصر، ومن بعد يخرجوا الإخوانجية انضاف. شلكتوها الدولة راه، شلكتوها المؤسسات السيادية، شلكتوها راهو معناها وين وصلتونا؟ وين أكثر من هكا؟ أكثر من هكا وين؟ توا ضربة ضربتين يحبوا يلهيوا الشعب، معناها ويحبوا يبعدوا الرأي العام على أمهات القضايا نتاعو وعلى الهم اللي قاعدين والدمار اللي قاعدين نعيشوا فيه. هاو خرجوا لك القائمة نتاع 25، وخرجت قلت لكم بالزهر القائمة هذه نتاع التآمر على أمن الدولة الداخلي فيها 25 اسم الكل ما يكبوش على بعضهم، وبالزهر النمبر نتاعهم 25، سبحان الله من محض الصدفة على 25 جويلية 25 اسم. معناها والغريب في الامر انه تتسرب معناها وثائق نورمالمون تو المواطن البسيط اللي يشوفها ويشوف فيها ختم ويشوف فيها كذا، معناها السيد الوزير الفلاني ولا السيد القاضي الفلاني شنو يقول؟ ما يقولش هذه ملفات قضائيه؟ شكون اللي قاعد مسؤول في تسريب الملفات هذه؟ شكون اعطيونا شكون المسؤول؟ يا اخي دوله التسريبات، يا اخي دوله شنو؟ محاكمات على الفيسبوك ومحاكمات شعبيه معناها على مواقع التواصل الاجتماعي، العباد ما عندها حد شيء بوتيتر. يا اخي نسمع البارح في مايا الكسوري تحكي، او لا مش تقريب، نسمع في مايا الكسوري تحكي في شمس افام مع الاعلاميه زينه، نسمع فيها تحكي قالت اللي هي طلعت على الملف، ارجعوا للواحد للتسجيل نتاع الحلقه كان تحبوا موجود، راني طلعت على الملف اسمي ماهوش موجود جمله واحده، معناها اسمها هي مقحم. تو بغض النظر على مواقفها مايا الكسوري مؤخرا، وبغض النظر على هذا الكل نختلف معاها ولا نتفق معاها، دونك معناتها اقحام اسماء معناها اتوري اترافير في ملف ما فماش اسمائهم ماهيش موجوده فيه. شنو الملف؟ علاش ما يخرجش الناطق الرسمي باسم النيابه العموميه في تونس ويصارح الشعب التونسي بما انه ملف تسرب، وبما انه قضايا طالت الجميع، وبما انه تشويش الراي العام والاتهامات والادعاءات الباطله ومعناتها تثلب وسمعه ناس موجوده وممسوسه، علاش ما تخرجش النيابه العموميه تعطي الحقيقه؟ راهو في اطار الشفافيه، ماكمش تحكيو على شفافيه وماكمش تحكيو، انتم علاش كنتوا تنقدوا في النظام القديم؟
علاش كنتوا تقولوا ديكتاتورية وما يقولوا حد شيء، والإيقافات بالسرقة وما ندري شنو بالسرقة، والقضايا تتلفق؟ إيه هذا شنو اللي قاعدين نشوفوا فيه تو؟ هذا شنو الشكل هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها تو؟ شنو هو هذا؟ ماهوش إيقافات بالسرقة وماهوش تسريبات، شكون المسؤول على التسريبات هذه؟ راهو شوفوا إذا كان وزير غير قادر على أنه يتبع فاي وفويت في الوزارة بتاعه منين خرجت، وأنه يوقف المهزلة هذه والفليوم تاع التسريبات، راهو يسيب بلاصته خير. مهما كانت المؤسسة السيادية اللي هو يترأسها راه، ولا هو على رأسها راه، إذا كان وزارة سيادة، راهو المسؤول هو أمونافي المسؤولة هي السيدة وزيرة العدل مع كامل احترامي. أي تسريبات نتاع ملفات قضائية سرية، وخاصة اللي مكتوب عليها سري مطلق من الفوق، راهو المسؤول عليها هو رأس الوزارة راهو. سامحني، شكون اللي قاعد يسرب لك في المعطيات القضائية هذه؟ شكون اللي قاعد يسرب؟ ولا محامية تخرج وتعطي ملفات قضائية وهو سيتم إيقاف وبطاقة وقطب وندرى شنو، معناتها ويصير من بعد شنو هذا؟ وين عايشين؟ وين عايشين؟ اخرجوا واجهوا الشعب التونسي يهديكم ربي، واخرجوا قولوا الحقيقة للشعب التونسي، وكان فما ملفات بالحق متاع تآمر على أمن الدولة، قولوا لنا الأسماء اللي هي أمبليكي، قولوا لنا الأسماء اللي هي معناها كونسيرني، شكون هما؟ علاش هيك الناس تتهم في بعضها؟ علاش هيك الناس راهو تعرفوا شنو معناها؟ معناها انت تهبط اسم فلان مشبوط في قضيه متاع تآمر على امن الدوله الداخلي، معناها حتى عائلته ما عادش تحكي معاه راهو. معناها حتى ابوه هم يخافوا منه. ما نحكيش على عمه ولاد عمه وليكوزام بتاعه، ما نحكيش على اخواته، ما نحكيش على هذا الكله. معناها ناس تمست في خدمها، تمست في كروشها، تمست في 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 في, في سمعتها، تمست في 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 كل شيء راهو. راو تجريح في شخصهم مش تجريح بركه، راو عباد توصل معناها ما عادش تخرج من باب الدار، وما ولا عملت لا ايدها لا ساقها. يوضحوا لنا يهديكم ربي شكون اللي قاعد يسرب في الملفات هذيا، وهل توقف الفليو نتاع الافه نتاع التسريب هذيا، ولا شنو حكايتها؟ شكون اللي يقف وراهم؟ لانه نشوفوا في صفحات تابعين ل 25 جويليا، في جروبات تابعين ل 25 جويليا، مساندين للرئيس يهبطوا في الشيء هذايا، راهو يقولوا لنا انتم شنو الحكايه؟ شكون اللي قاعد يهبط؟ شكون اللي قاعد يهبط؟ وشكون اللي قاعد يسرب؟ ومنين قاعده توصل لهم الملفات هذيا؟ وشكون هما؟ وشنو هي المهام المكلفين بها الناس هذوما؟ اخرجوا قولوا للشعب، راكم راهو الشعب تو باش يولي يمبليكيكم انتوما، راهو من اسفل معناها هرم الاعلى هرم في السلطه، راكم انتوما تو قاعدين تدوروا في البلاد باللي ريزو سوسيو، بالاشاعات، بالقانون اللي تعملوا فيه نتاع 54، عاد طبقتوها على جماعتكم اللي يخرجوا في الاشاعات ولا يتهموا في الناس جزافا. تبقوا على جماعتكم، تبقوا على الناس اللي هي المصدر سورس دانفورماسيون. شنو هذا؟ شنو هالتسيب؟ معناه يخرج حد ينقذكم يولي هو ينطبق عليه الفصل 54 وتطالبوا بتطبيق الفصل 54، اما انتم كي تخرجوا تمسوا عرض العباد وتمسوا شرف العباد، ها، وتمسوا شرف معناها ناس نظاف وكوادر نظاف مباح عندكم انتم، شنو هذا؟ راهو باش تحاسبوا عليه هذا غدوه، باش تحاسبوا عليه. ما يسالش اليوم اعملوا كيما تحبوا، مش مشكل. هاو قريب الصفحات الاخيره تو نتاع الكتاب نتاع الربيع، راهو الجديد والقديم، دونك ما يسالش، خذوا راحتكم تو كملوا، اما بعد راهو تتحاسبوا عليه، الكل تتحاسبوا عليه. دونك هذه نقطه كيف كيف حبيت نحكي عليها نتاع ال 25 اسم والتآمر على امن الدوله وهذا الكل. يحكيوا على في مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك باش يصبروا توانسه، قال لك فما راهو زدنا في الاجور نتاع القطاع العام بنسبة 5%، أما راهو في المقابل رفعته في السعر بتاع المحروقات بنسبة 7% أو 7.5%، وزدته توا مؤخرا 10% في النقل. معناه 5% اللي زدتوها في لي سالير بتاع القطاع العام، اش باش تلحق واش باش تخلط قدام الزيادات المنتظره، وقدام لي برودوي اللي ما فماش، وقدام باكو الحليب اللي ولا ب 1700، وقدام دبوسه الزيت اللي يشيلوا فيها مارشي نوار ب 4000 الدبوسه، الزيت الحاكم راهو. معناها شنو باش تعمل هال 5% زيادة كان زدتوها، ولا كان في برنامجكم باش تزيدوها، ولا مانيش عارف عليكم شنو باش تعمل؟ تزيدني 5% ترفع لي في المنتجات الاستهلاكية اليومية للسماء 7، ايش باش تعمل لي ال 5%؟ ما عندها ما تعمل حتش ابسوليومون ريان. تعرفوا شو معناها 5%؟ ولا معناها واحد شهريته مليون، 5% من المليون قداش تطلع؟ 50 دينار؟ قداش تطلع 5%؟ ايش باش تعمل لك ال 5% هذيا من ابسوليومون ريان به. دونك هذه كيف كيف نقطة. نقطة أخرى مش باش ندخل في التفاصيل، إعفاء رئيس البلدية متاع بنزرت اللي سمعتوا عليها، أما فقط باش نحكي على الشكل
الشكل انه سي با بيان، راهو مرسوم، ولا وزير الداخليه يقيل. بون ما ندخلش في قرارات الدوله، وربما في ناس يقولوا هو اخوانجي ما نعرفوش السيد، ما لوشتش جمله واحده، مي حتى شكلا هكا اعفاءات بالمراسيم واحد، ما سي با بيان، مش حلو. معناه يا تخرجوا تقولوا لنا علاش عفيتوه، باش تبدا فما وجاهه، وفما معناه فما سبب مقنع لاعفائه حتى بمرسوم. الاربعه متاع الصباح مش مشكل، والرايد الرسمي والمطبعه الرسميه تخرج للخمسه تتبع مش مشكل كيما شفنا قبل، المهم يكون فما معناها اون كوز كونفينكونت، معناها شنو عمل السيد هذا. لانه اخزر احنا توا سي فما ان مانك دو كومونيكاسيون رهيب ما بين اجهزه الدوله السياديه وما بين المواطن التونسي ولا الشعب التونسي. قعدنا نخدموا باللي ريزو سوسيو، بالتسريبات على الفيسبوك، بالحملات على الفيسبوك، بالتشويهات على الفيسبوك، هذا فاش قاعدين نخدموا، ني بلوس ني موا. هذه هذا اللي حبيت نحكي فيه. فما ليلى الحداد، المحامية ليلى الحداد اللي كنت تحدثت عليها قبل، ولا فما قضايا ضدها تو في القضاء التونسي، وقلت لها قبل تعلم يا مدام، راهو سي با بيان، انت محامية، تعلم اكتب على الاقل، معناها في وجهك، معناها على الاقل لي كونستركسيون نتاع لي فراز والجرامير نتاع لي فراز وكل شيء، با اسو بوان كاتاستروفيك، معناها على الاقل تعلم اكتب. البارح وكاتو تهبط لكم غدوه بلانيفي بوبليكاسيون فيها ليستوريك دي موديفيكاسيون نتاع البوبليكاسيون نتاعها الاخرى، قالت لك اعمال ماراثونيه ولا اجتماعات ماراثونيه، مارتونيه ماراتينيوتيونيه، ندري شنو عملتها، يجي ثلاثة أربعة ولا خمسة مرات موديفيكاسيون تاع البوبليكاسيون باش خرجتها باقي غالطة. دونك بربي تعلموا اكتبوا، راهو انتوما راهو كيف نخرجوا نقولوا محامي راهو نخبة متاع بلاد، راهو كيف نخرجوا نقولوا قاضي راهو نخبة متاع بلاد، راهو كيف نخرجوا نقولوا مهندس ولا طبيب ولا فارماسيان راهو نخبة متاع بلاد. راهو ما تخليوش معناتها الحاجات هذه الشكلية راهي تمس من صورة المهنة والقطاع ككل. معناها أنت كمحامتي، أنت شنو محامي؟ المحامي شنو خدمته؟ الكلام. أنت خدمتك الكلام، إذا كان أنت ماكش متمكنة من صياغة جملة بالعربية الفصحى، فما بالك المرافعات؟ ما عنديش فكرة عن المرافعات، ما حضرتش مرافعاتها، فما بالك المرافعات كيفاش باش تكون؟ دونك بجاه ربي ما يسالش، إذا كان تستحقوا باش تتعلموا قواعد اللغة العربية، والله يا سيدي رغم الواحد ما عندوش وقت وكذا، نتطوعوا نعمل لكم دروس في اللغة العربية، في الجرامير، في الكونجوغيزون، في الأورتوغراف، سواء بالعربي سواء بالسوري، مش مشكل، والله تطوعا، بلاش، أنا نخدموا ديما في العمل التطوعي في كل القطاعات، مش مشكل، نتطوعوا وقولوا لنا شنو حاجتكم، وقتاش تبدا الهمزة، معناها كيفاش تتكتب على السطر، وقتاش الهمزة تتكتب على الواو، وقتاش الهمزة تتكتب على الألف، نعلموكم يا سيدي، وقتاش مكسور، وقتاش مرفوع، وقتاش منصوب، وقتاش، نعلموكم، نعلموكم، مش مشكل، نخرجوا لكم القواعد ونعلموكم، المهم قولوا، علمونا. قولوا كيفاش تكتب، اسالوا، اسال جنباتك، اسال القراب منك قبل ما تهبط حاجه كي من هكاكه، اسالوا يا رسول الله علاش تخرج. راهو الشيء، معناه مع احترامي، يعني عندي عديد الاصدقاء المحامين مستواهم ارقى بياسر من المستوى اللي قاعد نشوف فيه توا، ارقى بياسر من النوعيه ذي متاع التدوينات، ومن الاخطاء الكارثيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا. يا رسول الله اسالوا، بربشوا، اعملوا كذا. فما مواضيع اخرى حبيت نحكي فيها اليوم، ما مش نحكي فيها لأسباب شخصية إن شاء الله في المستقبل، هاتوا نحكي عليها بعض المواضيع. إلا فما ناس معناها تدعي أنها كفاءات وأنها قامات وأنها كذا، تنعت مئات الآلاف وتنعت ربما أكثر من مليون تونسي بأنهم قطيع الحزب الدستوري وبأنهم ما نعرفش شنو. مانيش باش نحكي توا، هاتوا نحكي بعد معناها مطولا وبإمعان بالكدا كما يقولوها، أتو نحكي على عديد الأشياء الخفية على الشعب التونسي والخفية على التوانسة، أتو نحكي عليها من بعد، وأتو نعطيكم برشا معطيات ما تعرفوهاش، وأتو نعطيكم برشا تصريحات ما فماش، وبرشا تسجيلات ما عندكمش عليها فكرة، أتو نوريكم كل شيء، مش مشكل توا. دونك في الختام حبيت رسالة نتوجه بها لكل من يتابعوا فينا، وتحية ليكم، وبارك الله فيكم على التفاعلات هذيا، وبارتاجيو بارتو. الساعة قبل الرسالة هذيا، مش قولكم في ضيعة محروس اللي قاعد، ضيعة محروس اثنين اللي قاعدين نشوفوا فيها على الوطني، اش قولكم في الكفاءات العليا المترشحة للمجلس هذايا من غير صلاحيات، اش قولكم في اش قولكم في التواكويك، اش قولكم في الافكار، اش قولكم في معناها شيء راهو يقولوا لي يضحك، حل الوطنية وتضحك، حل التاسعة وتضحك، حل ندرى شنو وتضحك، والله نحل ملول نضحك، اما من بعد شيء يندب، شيء يعمل القرح في المعدة، شيء يعمل إلسار، شيء يعمل القرح بالحق، شيء يعمل القرح في المعدة، شيء يعمل نزيف داخلي وخارجي للتوانسة إلا يعرفوا معناها قيمة هالمؤسسة السيادية هذه شنو ينجم يكون فيها. معناها فريمون بالحق شيء حزن، سي لامونتابل السيتوياسيون اللي احنا فيها توا، والشيء اللي قاعدين نشوف فيه توا سي فريمون لامونتابل، معناها عمرنا ما ريناه قبل، بالمهازل نتاع الاخوانجية،
بالمنازل بتاع الاخوانجيه اللي هم اصحابهم اللي قاعدين توا يبيضوا فيهم، المسار الكل قاعد يبيض في الاخوانجيه بالمنازل بتاعهم. ما ريناش الشيء هذا، راه ما ريناش الكوارث هذه، ما ريناش المستويات هذه. معناها شوفوا يا توانسه، هاوش مازال لكم الانتخابات نتاعو على الابواب، شوفوا معناها انتم شكون باش تلقاو يمثلكم في البرلمان، اللي هو من غير صلاحيه لا محاله، اما شوفوا شكون باش تلقاو يمثلكم في البرلمان، هذاك برلمان تونس، هذاك اللي باش يمثلكم. معناها شوفوا وعينكم ميزانكم وقرروا معناها تمشيو ولا ما تمشيوش. انا دوما بار قلتها من قبل ونعاود نقولها وموقفي واضح، مقاطعه تامه للمسار اللا دستوري ولا المسار اللا قانوني، باستفتاء وبانتخابات وبوحده بكله، رغم انهم خرجوا الاشاعات وقالوا عبد السلام شقير ترشح في المستير، ورغم خرجوا الاشاعات وقالوا من بعدك شي عبير قالت له لا ما تترشحش واسحب الترشح نتاعك، والكلام الفارغ قلناه لكم قبل ونعاودوه لكم توا، راهو كان عينا باش نترشحوا وقت لب بالحق. فما معناتها مجلس نواب شعب بكامل صلاحياته، مش بالصلاحيات اللي كانت عنده بالدستور نتاع 2014، ومش توا ترتور شكلي صوره، ومش بهالجهويات هذه وبهالقانون الكارثي هذا ولا الدستوري هذا. رانا نترشحوا ونطلعوا بوجه مرفوع، بوجه مكشوف وبراس مرفوع وبخشم في السماء، مانيش خايفين من حتى حاشاكم، معناها ما نحبش نقول كلام اخر، مش خايفين من حتى راس معناها في البلاد. اذا كان باش نخرجوا نترشحوا ما نشوفش خاف، عندنا مصداقيه والحمد لله مع الشعب التونسي ومع مواطنينا في جهاتنا، في الجهات اللي نخدموا فيها عندنا معناها بختو والحمد لله. دونك نهار باش نترشحوا وقت فما بالحق مسار اصلاحي، وقت فما بالحق مسار قانوني، وقت فما بالحق مسار باش يرجع هيبه الدوله التونسيه وباش يرجع كرامه المواطن التونسي، مش بالاشكال هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها وبالمستويات المنحته اقل ما يقال. والله حتى كلمه منحت على الاقل اوكي، منحط واقف على ساقيه، هذوما اقل من منحط، ما حتى على ساقيه ما مش واقفين، مستويات حتى على ساقيه ماهيش واقفه يا رسول الله، معناها اتعس بدرجات من كلمه منحط، من وصف متاع منحط. دونك كان عينتنا باش نترشحوا، رساله نختم بها لبعض اصحاب النفوس المريضه الى باقي، معناها تمتهن ترويج الاشاعات، تمتهن الضحك على توانسه اللي ما يفهموش في السياسه ولا اللي هما بتاتر ابوليتيك في مراكز معينه ولا في ادارات معينه. راهو قلت لكم تعرفوا الحمله اللي قاعد نخدم فيها، راهي حمله تطوعيه، توا خرجوا ريمور قالك يعمل في حمله في معتمديه السبيخه، معناها باش يكسب ود الناس خاطره مترشح على معتمديه السبيخه، ونقعد بهت في الناس اللي هي قاعده تصدق في الكلام هذايا. راهو احنا تربينا على العمل الوطني، راهو احنا تربينا على حب الشعب، كيف نخرج باش نوعي صغيرات ولا باش نعمل حمله طبيه لصغيرات من وقتي ومن مجهودي، ورغم اللي جوفي انا فات معناها من بعيد برشا فهمتني كل يوم وكل، راني نخرج محبه في الشعب. انتم ما نعرف عندكم حق، ما استنستوش به الشيء هذايا في العشريه الاخرى هذيا، ما استنستوش به الشيء هذايا، ما تعرفوش شيء. دونك انتم عندكم اذا كان خرج انسان ولا انسان معروف ولا حاجه عمل حاجه، راهو باش ولا عمل تصوير راهو باش يطلع بها في انتخابات، راهو عنده بها مصلحه، راهو ما تربيتوش على الشيء هذا. احنا نعملوا فيه تطوعا، هنا قلتها لكم مره اخرى ووصلوها بالموصل لسيادكم ولعرفاتكم، راهو الشيء اللي قاعد نقوم به راهو تطوعا، راهو من وقتي ومن جهدي ومن كل شيء تطوعا ودون مقابل، وما حاشيش حتى مقابل سياسي، وما عينيش في الترشح. والبهيم اللي يصدق حاشا من يسمع، ولا البهيم اللي يروج في المعلومه هذه، في القانون الانتخابي العرج الجديد نتاع الانتخابات هذه، ما عنديش حق نترشح في سبيخه تو سامبلومون لاني في المستير ومسجل في المستير ونسكن في المستير. دونك اريتي اريتي، معناتها وليتوا ما عادش عندكم وجوه. حتى توا التوانسه والله جاوني جماعه سالوني قالوا لي بالحق دكتور انت مترشح على السبيخه، هذاك علاش قاعد تعمل في الحملات. يا ودي صلوا على النبي، اتقوا مولاكم، اتقوا مولاكم، معناه انتوما عارفين روحكم تكذبوا وتعرفوا الحقيقه وما فيها، وتعرفوا موقفي من الانتخابات هذيا المسوده هذيا، وتعرفوا موقفي من المسار هذا، وقلت موقفي من هيئه الانتخابات، من فاروق بوعسكر، من رئيس الدوله، من المسار الكله هذا كله موثق وتسمعوا فيه وتشاهدوا فيه وتعرفوه. ايه افيك سا، لا اخذوا شكون يمشيوا، يمشيوا الناس ابوليتيك عندهم مسؤوليات في ادارات معينه وهما ابوليتيك، باش يصدق معناها تقول له فلان هكا قاعد يعمل كذا وكذا على خاطره ترشح باش يجيب اصوات. لا لا، احنا نعملوا لوجه الله، واحنا نعملوا لصالح الشعب التونسي، واحنا نخدموا في الشعب التونسي، واحنا نخدموا في الزوالي وبقلبه برب، ولا عنده حاجه يتفضل ما نسامحوش كان يخرجها، تفضل. كان فما حاجه كونتر الكلام اللي نقول فيه هاني، ولا كان فما حاجه ضد اللي صرحت به توا، تفضلوا قولوا لي وينو الترشح متاعي، وين التزكيات متاعي، وينو اصل معناها دعوتي للترشح، منين سمعتوه الكلام هذا؟ منين سمعتوه الكلام هذا؟
يعني قلتها لكم ونعاودها لكم، احنا تربينا على حب بلادنا، احنا تربينا على حب الاجيال الصغيره هذه والاطفال التوانسه والاجيال المستقبل، احنا هذاك رضعوهن في الحليب، احنا هذاك تولدنا، معناتها سي جينيتيك هذاك يمشي في اللجان نتاعنا ويمشي في عروقنا. اذا كانكم انتم تعودتوا على العلاقات المصلحيه وانك تخرج باش تعمل تصويره وبعد تطلع تترشح على ظهر الزواوله باش يمشيوا يصدقوك، وما عادش هذاك ينطلي. انا موجودين باش نحذروا الزواوله ونحذروا الشعب التونسي ونحذروا لما ما عندوش وسائل تواصل اجتماعي ونحذروا لما ما عندوش تلفزه، لما ما زالت ناس ما عندهاش تلفزه بسبب هالسياسيين هذوما الفاشلين على جميع الاصعده، معناها ما زالت مناطق نائيه ما يعرفوش معناها تلفزه وما يعرفوش معناها. هنا احنا موجودين لهنا باش ننوروهم ونمشيو دو بورت ابورت ونمشيو ننبهوهم ونحذروهم ونوصيهم من الكذب نتاعكم ومن الزيف اللي قاعدين تعملوا فيه ومن المغالطات اللي قاعدين تمتهنوا فيها. اشكال معناها على مكلفين بمهمات قذره، بمهام قذره في منابر الاعلام، وشيء مهمين بمهام قذره في الادارات وفي مختلف الادارات، راهو مختلف الادارات الحيويه في البلاد، اللي بغرض تشويه فلان خاطر ناجح ولا خاطر التفت حوله العباد ولا خاطر يحبوه الناس ولا خاطر كذا، راهو اغيتي اغيتي ما عادش يصدقكم حتى حد، راهو ما عادش يمشي وراكم حتى حد. تكشفتوا وتفضحتوا والله العظيم كاشفينكم وفاضحينكم الى يوم يبعثون. تحبوا تدخلونا للحبوسات اتفضلوا، تحبوا توقفونا اتفضلوا، كان فما حاجه ضدنا مرحبا. ودي ما نقولها، ما نسامحش اللي عنده حاجه ضدي وما يخرجهاش وما يطلعهاش وما يشكيش بيا. ماني تعديت عليك ولا تعتبرني تعديت عليك، برا اشكي بيا. ماشي تكذب على العباد وتشوه في تحت التواول وخايفين في التراكن، خاطركم متاع تراكن، خاطركم متاع غرف مظلمه اللي قال عليها هو. انتوما متاع الغرف المظلمه، مش احنا متاع الغرف المظلمه ومش الوطنيين متاع الغرف المظلمه. دونك احنا نشاطنا متواصل، وانا شخصيا نشاطي الفردي التطوعي اللي قاعد نقوم به متواصل ومازال باش يتواصل، وشاء من شاء وكره من كره، احب من حب وكره من كره، مازال متواصل. والبورتا بورت مازالت متواصله، ومازال محبتنا للشعب التونسي حتى حد ما ينجم ينحيها. يا سيدي هنا برهنا لكم بالملموس، ومش اول مره، راهو النشاطات هذه قمنا بها قبل في اماكن اخرى ونشاطات مشابهه زاده، مش كان النشاطات هذه، وقمنا لفائده الشعب التونسي، ولا ريتونا ترشحنا، ولا ريتوني في مجلس نواب، ولا ريتوني في حتى بوست. دونك ما الكذب اللي قاعدين تعملوا فيه وقتاش باش توفوه؟ سي بون وفي. وبالنسبه للناس اللي تقول لك القطيع نتاع الزغراطه والقطيع نتاع كذا، قلناها لكم قبل، راهي ما تقلقناش بالكل، وراهو شرف هذاك وسام فخر على صدورنا ان نكونوا منتمين لحزب ابائنا واجدادنا، وان نلتفوا حول قياده الحزب الحر الدستوري ولا الحزب الدستوري الحر اللي هي تشرفكم وتعرفكم واللي هي اشرف من المخير في اللي يتكلموا فيها توا، واللي هو بالحق التوانسه. اسالهم توا التوانسه تقول لك استحشنا، نعم اي نعم استحشنا ايام تتزغريت، ماكم انتم شديتوا زغراته 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 زغراته. يا سيدي زغراته خير من ديب اللي قاعدين نشوفوا فيه، خير من البكام تاع الثكاله اللي قاعدين نشوفوا فيه، خير من الناس اللي قاعده تبات في الشوارع ما عندهاش لاس دياف اللي كثروا ما عندهمش وين يباتوا، ما عندهمش دار يباتوا فيها، خير من الناس اللي ما عندهمش فريشه يتغطوا بها في الشتاء هذا. يا سيدي وقت تزغريت كان فما 26 26، وكان فما ناس قاعده، كان فما وطنيين قاعدين يمشيوا للارياف ويتنقلوا، كله موثق راهو كله موثق. كان فما ناس قاعده تتنقل وتغزر للزوالي والمعتمد والعمده، يهزوا الفريش ويهزوا الاعانات نتاع صندوق 26 26، الناس استحشت تزغريت. اي نعم التوانسه يحبوا تزغريت، ما يحبوش النديب اللي قاعدين عايشين فيه تو، ما يحبوش الفقر المدقع اللي عايشين فيه تو، ما يحبوش التفكير والقتل الممنهج اللي قاعدين تعملوا لهم فيه تو. استحشوه تزغريت واستحشوا العهد هذاك واستحشوا، اي نعم استحشوه. وتو تشوفوا انتم كان ما زيفتوش توا وعملتوا، كان خليتوها انتخابات عاديه ولا كانت حل مجلس النواب بالفصل 80 من الاول ومشينا الانتخابات سابقة لاوانها، راكم ريتوا شنو، راكم ريتوا اراده الشعب التونسي ويني. اما انتم اللي تزييف الاراده عملتوا هالمسار الخاطئ هذا الكل، وعفستوا على القوانين نتاع الدنيا والاخره الكل، وعملتوا صلاحيات فرعونيه، وعملتوا دستور ما جاي شيء، وعملتوا هذا الكل بالعاني لاقصاء الفئه هذيك اللي التوانسه الكل مستحشتها توا، التوانسه الكل تحب تمشي لها اماس، تحب تصوت لها اماس. اش بكم ما خليتوش اراده الشعب في الصندوق؟ واش بكم ما عملتوش انتخابات تشريعيه سابقه الاوانه؟ 17 ديسمبر قال شنو؟ قال خاطر انطلقت الثوره اللي هي مزعومه ثوره بطبيعه، عندهم هما عندهم هما، مازال فما شكون يصدق، راه لو بيغ انه مازال فما شكون يصدق اللي هي ثوره، لو بير انه مازالش فما شكون يصدق الا هذيك اللي صار في تونس ثوره بعد هو 12 عام توا ولا قداش بيانتو 12 عام في الظروف هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها، في الهم اللي قاعدين نشوفوا فيه، مازال فما شكون يصدق اللي هي ثوره. اي بان صدقوا على رواحكم اللي هي ثوره. لكم ما تريد، ما قال هو الشعب يريد ولا هو ما لكم ما تريدون، لكم ما تريدون يا سيدي. ما يسالش هاكم تمسيتوا تو في جيبكم، هاتوا غدوه كيف تتمسوا في امنكم اكثر من اللي هو ممسوس، وتتمسوا في صغاركم وتتمسوا في قوت صغاركم اكثر من اللي انتم تو. العجه ولا تتكلف على المواطن التونسي 10000،
عائلة باش طيب عجة متاع ضم ومرقاس، كل حد صباع مرقاس يديه بالفلاقي نفسر لكم. الله غالب يقولوا شبيه الدكتور هبات الغادي، مش مشكل باش نفسر لكم بالفلاقي. عجة العجة العادية إلا لا فيها زهومة لا فيها لحم لا فيها حوت لا فيها دجاج، ما حكيناش على حاجة ولد كونفور هذيك تو، قبل كانت عادية تو ولد كونفور عندنا في تونس العشر سنين الأخرين وخاصة تو العامين الأخرانيين. عجة عادية حارة العظم بقداش؟ عائلة فيها خمسة أفراد، ما كل واحد على الأقل شيخ وعظيمة فك العجة، حارة العظم بقداش؟ إجا نتحاسبوا ترى دينار و500، دينار و400 من المارشي، دينار و400 من الحانوت، دينار و500 نشري فيها هكا به، هذه دينار و500 حارة عظم، يلزمك خمسة عظمات ولا ستة عظمات حارة وزوز، هذوما قداش؟ هذوما 2200 حارة وزوز، هذوما 2200 اللي قبل المواطن كان يمشي يشري بلاتو، ها شوفوا بقداش كان يشريه وقت بن علي به، هذوما 2200 عظم، عظم باش تعطيش لكل فرد من العائلة سويبع مرقاس، سويبع مرقاس كيف تشتري هذا كان قعد لهم نتاع العيد، خاطر فما ناس ما ذبحتش علود علوش مسكنات في العيد، ما خلطوش يشريوا علوش، جاهم مع الرونتري وجاهم مع المصاريف هذيك كلها وجاهم بعد رمضان فرغ لهم الدنيا الكل والغلاء هذا نتاع المعيشه، ما خلطوش ياخذوا علوش، يا سيدي لا باش يشريوا مرقاس من الشركه ولا من المرشي ولا من اللي هو، بقداش كيلو المرقاس؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ معناها خمسه سوابع مرقاس على عددهم قداش باش يتكلفوا له؟ خمسه سوابع مرقاس ما اقلش من 4 دينارات، 4 دينارات و500 هذوما مع 2200 ولا 2300 حاره وزوز عظم قداش يطلعوا هذوما؟ ماشي 7000 هذوما، تعرفوا كيلو طماطم قداش في السوق ولا باش تمشي طيبه العجه؟ ما باش بالطماطم ولا طماطم كعب وطماطم معجونه بالفلاقي، هاني باش نولي نخدم توا كويزيني به، الطماطم المعجونه بقداش الحكه نتاعها في بالكم ولا ما في بالكمش؟ العجه راهي تتكلف 15 دينار مش 10000، غلط في حسبتي، عجه العائله نتاع خمسه افراد تتكلف 15 دينار، اللي هي قبل العجه ما كانتش تتكلف 2000 فرنك. عجه ما كانش تتكلف 2000 2500 بالعظام نتاعها بالمرقاز نتاعها بالطماطم بالفحات باللي تحب انت بالفلفل باللي تحب انت، كانت تتكلف 2000 2500 مللي، اللي هي ذي عشاء الزوالي وفطور الزوالي، اللي على الاقل اللي ما عندوش وما يقدرش ينجم يطيبها نهار غير بنهار، ينجم يطيبها كل يوم ما يخليش صغاره بلاش. الخبزه باش تولي لكم ب 600 و 700 اللي باش تاكلوا بيها العجه، دونك هاو بالفلاقي فسرت لكم عجه عاديه تتكلف 15 دينار، افهموا انتم الباقي. الا باش يشري اللحم ما اقلش من كيلو، عائله فيها خمسه افراد الكيلو يطيح لك خمسه لحمات، راهو خمسه سته لحمات ماكس، سته لحمات شكون؟ سبعه لحمات جويدين قد هيك شكون باش يعمل 35 جنيه؟ معاه كيلو كسكسي معاه الطماطم نتاعو معاه ما نعرفش شنو، مانيش خبير في التطيب ما نعرفش شنو، لا معاه الكسكسي باش يطيب. شوفوا قداش انتم ما بيتكلف، شوفوا قداش يتكلف على المواطن التونسي. دجاجه يا رسول الله، دجاجه ب 17 و 18 دينار نشريو فيها دجاجه، دجاجه الا كانت ب 4000 وب 5000 كبيره قد هكا تاخذها دجاجه، ب 4000 تمشي للمرشي للدجاج تاخذها ب 4000 وب 4500 كبيره كبيره دجاجه، 6000 قول وصلت للتوب، 6 دينارات تاخذ بها دجاجه غوله دجاجه سوري، توا دجاجه ب 17 وب 18 دينار. من بعد يقول لك كيفاش الريستورون يغلي في سوم الدجاجه؟ كيفاش الدجاجه المشويه في الريستوران تولي سومها ب 22 دينار؟ اذا كان هو يا بابا يشريها ب 17 دينار وب 15 دينار، ما عنده خدامه ما عنده محل كاريه ما عنده ناس تخدم، قداش تحبوا يبيع لك؟ ب 15 دينار بسومها يبيع لك ولا يطيح لك يزيد يطيح لك يحسب لك ب 10000؟ كيما كانت تخيبوا وقت بن علي انتوما 9000 فرنك تاخذ دجاجه كامله مصليه معاها صلايتها معاها فريتها معاها دنيتها، ما هو سي سي غولاتيف راه. جيت لهم تعذر باش تلوم انت على الريستورون، ما عندكش حق تلوم على الريستورون، تلوم على غله في سعر الدجاجه وفي كيلو دجاج، تلوم على غله في العلفه اللي هي غلات في سعر الدجاج من بعد، راهو حلقه راهي مربوطه ببعضها راهو، فما خبراء نتاع اقتصاد قالوه لكم الكلام هذايا وخبراء في التجاره وخبراء في الماليه قالوه لكم الكلام هذايا وما صدقتوش، راهي فما توت اون شين راهو باش تصلح، مش نجيب رئيس الحكومه نقولها ارفض الترفيع في الاسعار، ايش عملت باش انت تعاود تخفض في الاسعار وترفض الترفيع في الاسعار؟ هكاك كلام بركه هو؟ مازال فما توانسه تصدق الضحك على ذقونهم والضحك على عقولهم؟ هذا ش عندي ما نقول، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ان شاء الله في قادم الايام باش نبداو كيما قلت لكم في اول الفيديو باش نبداو الحلقات نتاعنا كرونيك دو جور، كل يوم نعملوا كرونيك نتاع 5 دقائق 7 دقائق ما بين 5 و10 دقائق، نبارتاجوها عندنا في صفحتنا الرسميه لهنا في الصباح ان شاء الله، كل صباح تلقاو عندنا كرونيك دو جور ان شاء الله، وننتظر دعمكم وتفاعلكم بالطبيعه معنا وتعليقاتكم، وبارتاجيو بربي الفيديو قد ما تنجموا خلي توصل لاكثر عدد ممكن من التوانسه، خلي لا مازال ما فاقش يفيق. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه والاهتمام، وموعدنا في اقرب فرصه في فيديو مباشر اخر وفي الكرونيك دو جور اللي قلت لكم عليها. تصبحوا على خير وبون ويكاند.